دي تورنس الشهيرة بتور اللي بتولع الجمهور، وده لأنها عضوة في فريق التشجيع بتاع المدرسة بتاعتها واللي اسمها توروس، وفي الوقت ده قائدة الفريق والكابتن بتاعتهم اللي اسمها بيج ريد بتكون بتغني وكلهم بيرددوا وراها ومولعين الدنيا. ولما بتيجي الرقصة الأخيرة اللي فيها الاستعراض بتقول لهم بيج ريد لازم نتجرد من كل مشاعر الحزن، فبتشوف تور نفسها إنها تجردت من كل حاجة حتى هدومها، وبتقف تصرخ قدام الجمهور لما بتكتشف انها مش لابسة حاجة، بس فجأة بتصحى من النوم وبتفضل تحط ايديها على هدومها وبتقول الحمد لله الحمد لله انا تمام مش قلعة ولا حاجة ده كان حلم. بعدها على طول بتقوم بسرعة علشان تجري وبتروح على المدرسة بتاعتها، وبيكون باباها ومامتها بيستعدوا هما كمان علشان يروحوا الشغل، وبيعدي عليها ايرون حبيبها بالعربية علشان يوديها المدرسة، وابوها وامها عارفين المسخرة دي عادي جدا. ولما بتوصل للمدرسة بتفضل تنم هي واصحابها على بيج ريد اللي عاملة فيها كابتن فريق برشلونة ومكبرة الموضوع قوي وهو مجرد فريق مشجعات عادي يعني. وتور بتقول لهم خلينا نشوف النهاردة ادينا هنعرف مين الكابتن الجديد مكانها. ولما بيروحوا على الملعب بيتفاجئوا كلهم ان بيج ريد بتختار تور علشان تكون هي الكابتن مكانها في المنصب العظيم ده لانها مش هتقدر تكمل في فريق المشجعات. وطبعا تور بتفضل تصرخ من الفرحة وبتعمل بقى نفسها هي اللي قائدة فريق برشلونة، وبتروح على كل اعضاء الفريق وتقول لهم يلا عندنا تدريبات مفيش وقت نضيعه، وبتشرف عليهم وبتقول لهم انهم لازم يحبوا اللي بيعملوه ما يخافوش لان مفيش حاجه وحشه ممكن تحصل لهم، لحد ما واحده بتقع على الارض ورقبتها بتتكسر واسنانها بتتدمر. ولما بتسالها تور عامله ايه بتقول لها انا كويشه يا حبيبتي اهو مفيش حاجه خالص فيا احنا لازم نستمر، فبتقول لها تور لا انت كده زي الفل احنا نروح النهارده ونكمل بكره. وتاني يوم بتروح على المدرسه وبتشوف ان في ولد جديد لسه جاي المدرسة ومنضم للفصل بتاعهم، وزي اي فيلم موجود في مدرسة بمجرد ما بيدخل الفصل كل الناس بتتريق عليه وبيقولوا عليه غريب الاطوار وبيقعد في مكان لوحده، ما عدا طبعا بطلة الفيلم اللي هي تور بتعجب بيه وبتقوله انها بترحب بيه في الفصل بتاعهم وانهم ممكن يكونوا اصدقاء، خلاص معروفة الحاجات دي يعني. المهم بعد ما بتخلص الحصة بتروح تتكلم مع ايرون وبتقوله انها لازم تعمل حاجة جديدة بما انها بقت القائدة، وبتقوله ان الحاجة دي هي انها هتطلب ان ناس جديدة تنضم للفريق بتاعهم علشان يبقى الفريق اتغير عن فريق بيج ريد. وفعلا بتروح تعمل لجنة تحكيم ولا عرب جود تالنت كده، وبتقعد هي وكام واحدة من الفريق وبيتفرجوا على البنات اللي بيجوا يقدموا، وما فيش ولا واحدة فيهم بيكونوا عارفين يرقصوا زي ما هم عايزين، وكلهم بيجوا يرقصوا على مهرجانات ولا كأنهم جايين تنجيد عروسة يعني، لحد ما بتيجي واحدة اسمها ميسي وبتكون مقنعة ليهم، لكن بيحصل خناقة بين اعضاء لجنة التحكيم وبعض بسبب ان في جزء عايز ميسي او الجزء التاني مش عايزها، لحد ما بتقول لهم ميسي طب سلام عليكم انا بقى وبتسيبهم وبتمشي. لكن تور كرامتها بتنقح عليها والمسمى الوظيفي الجديد كقائدة للفريق بيخليها تصمم ان ميسي تدخل معاهم، وبتجيب عنوانها من الابليكيشن اللي قدمته وبتروح لها البيت علشان تقنعها انها تكون معاهم، وهناك بتتفاجئ بكلاف بيفتح الباب وبيقول لها ايه ده مش ممكن انت عايزه ايه من اختي، فبتقول له ايه ده مش ممكن هي ميسي تبقى اختك، فبتخرج ميسي وبتقول لها انها خلاص مش عايزه تشترك في الفريق العره ده، لكن تور بتفضل تتحايل عليها وبتقنعها انها تروح معاها التدريبات، وفعلا ميسي بتوافق وبتروح معاهم التدريبات، وهناك بتقعد بره تتفرج عليهم، وبمجرد ما بيعملوا اول رقصه ليهم بتقول لهم ميسي مش انا قلت من الاول اني مش هينفع اكون مع الفريق ده، وبتمشي تاني. فبتقول واحده من الفريق لتور مش انا قلت لك من الاول انا والبت دي مش هنعمر مع بعض، فبتضايق تور وبتروح وراها وبتقول لها هو انت مشيتي ليه، فبتقول لها ميسي انا مش هشترك مع فريق حراميه، وبتطلب منها تركب معاها، وفعلا تور بتركب معاها وبيروحوا هما الاثنين على تدريبات فريق تاني اسمه كلوفرز، وبتتفاجئ تور انهم بيقدموا نفس الاستعراض بتاعهم بالظبط واحسن 100 مره كمان منهم. وطبعا تور بتخرج وهي مصدومه، وساعتها ايزيس قائده فريق كلوفرز بتخرج وراها وبتفضل تتريق عليها وتقول لها طبعا عرفت انكم بعاد قوي لما شفتوا التدريبات بتاعتنا، وعلى طول بيمشوا هما الاثنين، وبتفضل تور طول الطريق تقول انا اللي جبت النحس لنفسي، فبتقول لها ميسي في ايه بس وحدي الله، فبتقول لها تور انها السنه اللي فاتت في المعسكر كانت ماسكه عصايه المعنويات ووقعت منها على الارض، واكيد هو ده اللي جاب لها الفقر يعني ويخليها قائده اي كلام والفريق يخسر معاها. وطبعا ميسي بتفضل تتريق عليها وتقول لها ربنا يعينك على المهلبيه اللي في دماغك دي. وتاني يوم بتروح تور ومعاها اتنين من الفريق علشان يجيبوا ميسي من البيت،
ويروحوا كلهم على الاستاد علشان في عندهم ماتش مهم وهم هيشاركوا في التشجيع. وفعلا بيروحوا كلهم على هناك وبيفضلوا يشجعوا وبيعملوا اجواء حلوه، بس برضو بيكونوا مش قد كده وبتكون تور مش عارفه تقود الفريق كويس ولا تخليهم يعملوا حركات جديده، وبتتفاجئ بايزيس قائده فريق كلوفرز جايه في المدرجات ومعاها كام واحده من الفريق، وبتفضل تغني وتقول لها غيري مني وولعي وانا طلعت حرق دمك انت واللي واقف جنبك وحاجات من دي. وطبعا بتنكد عليهم كلهم وبتخليهم ما يجيلهمش نوم طول الليل، والتشجيع بيبوظ والفريق بيخسر وكل حاجه بتبقى زي الزفت. وفي نفس اليوم بتقرر تور انها تروح تبات عند ماسي بعد ما بقوا اصحاب هما الاثنين، وهناك بتفضل تور تقول لها انهم لازم يفكروا مع بعض في حاجه جديده علشان يقدموها للفريق، وكمان علشان يهزموا بيها فريق كلوفرز اللي ما فيش فيهم غلطه دول. وبعد ما بتخلص كلام معاها بتروح علشان تغسل سنانها وتنام، فبتشوف كليف في اوضته وهو بيلعب مزيكا وبيكون ملبوس وعمال يتنطط وبيخبط في الحاجه وبيقع على الارض، بس تور بتكون معجبه بيه وبالجنان اللي بيعمله ده، لحد ما بتيجي ميسي وبتقول لها لا والله، فبتقول لها اه والله، وبتتحرك تور وبتروح على الحمام بسرعه تغسل سنانها. وبعد ما بتخلص وبتروح علشان تنام جنب ميسي بتسالها ميسي وبتقول لها هو انت معجبه باخويا؟ فبتقول لها تور لا طبعا انا مرتبطه بزينة الشباب ايرون حبيبي، انا بس مقصره في حقه اليومين دول شويه، بس كل حاجه هتبقى زي الفل يعني. وفي نفس الوقت بيكون كليف هو كمان بدا يفكر فيها. وتاني يوم الصبح بتقوم تور تتصل على ايرون علشان تعرف هو فين، فبيقول لها مشغول والله يا حبيبتي اليومين دول شويه، بس هفوق كده من الحاجات اللي ورايا وهبقى فاضي معاكي بعد كده. وهي بتقول له طب ربنا يعينك، ايه ده الحاجه اللي ورا دي؟ ايه ده واحده معاه في الاوضه؟ اه ده طلع خاين وواطي بقى. ولما البنت بتساله بتكلم مين بيقول لها دي بنت خالتي كانت بتسال على حاجه، وبيدخلوا يناموا تاني. وتاني يوم بيروحوا كلهم على مكان التدريبات، وتور بتقول لهم انها وصلت لحل للمشكله اللي هم فيها دي، وبتقول لهم انهم لازم يجيبوا مدرس رقص علشان يساعدهم يتعلموا رقصات جديده، بس المشكله انه هياخد 2000 دولار وده رقم كبير. فبتقول لهم تور ان الحل موجود عندها، بس يا ترى هيوافقوا ولا لا؟ والحل طلع انهم يغسلوا عربيات في الشارع تحت شعار الشغل مش عيب، وفعلا بيعملوا كده وبيقدروا يجمعوا المبلغ اللي محتاجينه. هو بعد شويه بيوصل للمدرب واللي بيدخل يرقص على طول من غير ما يقول سلام عليكم حتى، وبيفضل يتريق عليهم كلهم، واللي يقول لها انت تخينه، واللي يقول لها انت متخشبه، واللي يقول لها احنا مش في معرض الكتاب يا حبيبتي لازم تفكي كده شويه واحس بالليونه وانا بتفرج. وكلهم بيكونوا متضايقين منه ومن اسلوبه ما عدا تور اللي بتقول لهم معلش يا جماعه نستحمل ده صانع النجوم برضو، وبيعلمهم حركه جديده وهي حركه الصوابع السحريه اللي هي يرقصوا بكل حته في جسمهم حتى صوابع ايديهم. وبعد شويه بتروح تور تتكلم مع كليف وبيبدا يحصل شويه تعطيف وتلطيف ما بينهم، وهي بتفضل تقول له انها مش هتقدر تقود الفريق انه يكسب البطوله وانها خايفه، وهو بيفضل يقول لها انه واثق فيها ومصدق انها هتكون احسن قائده في كل الفرق وهتشجع تشجيع محدش من المشجعين عارف يشجعه في تاريخ التشجيع قبل كده. وبعد شويه بيروحوا كلهم على مقر المسابقه، وبيكون في فرق كتير جدا مشاركه في المسابقه دي. واول ما بتشوف تور العرض اللي بيقدمه فريق كلوفرز بيجي لها كرشه نفس وبتقول هاري السويح هو احنا هننافس الناس دي ازاي، بس بتفضل تشجع نفسها وتقول اسد يالا في ايه احنا وقت الجد بنهد الدنيا هد. وبعد شويه بيجي دور فريق تاني من الفرق المشاركه، والمفاجاه انهم بيقدموا نفس العرض بنفس المزيكا اللي كان فريق تورس هيقدمها. وساعتها تور بتقول ايه ده هم سرقونا ازاي، ده احنا حتى ما عرضناش قدام حد. فبتقول لها واحده من اللي معاها ما هي لعنه عصايه المعنويات اللي وقعت منك الله يسامحك يا شيخه. فبتقول لها توري تنيلي دلوقتي لما نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. وبعد شويه بيجي دور فريق تورس وبيطلعوا يقدموا العرض بتاعهم عادي جدا، بس المشكله ان اللجنه بيقولوا انهم لسه سامعين المزيكا دي بنفس طريقه العرض دي من شويه، وكده في فريق منهم سارق الفكره بتاعته من التاني. ولما بيخلصوا بتروح تور تتكلم مع واحد من لجنه التحكيم وبيقول لها انا عايز اسالك سؤال، هو اللي كان بيدربكوا ده اسمه زازا؟ فبتقول له اه هو. فبيقول لها ده نصاب وبيدرب فرق كتير في نفس الوقت وبيديهم كلهم نفس الفكره ونفس الرقصه والمزيكا وكل حاجه، انا بصراحه مش عارف الناس اللي ما بتراعيش اكل عيش هذي. المهم المفروض في الموقف ده ان الفريق بتاعكم يتم استبعاده من البطوله لانكم كنتوا بعد الفريق التاني، وده يثبت انكم انتوا اللي سارقين منهم مش هم، بس عشان احنا عارفين الفريق بتاعكم كويس وعارفين انكم اتضحك عليكم من النصاب ده فهنعديها المره دي وهتكملوا في المسابقة.
المسابقة، بس لازم تقدموا عرض جديد في الدور اللي جاي. وفي الوقت ده بتيجي بيج ريد وبتفضل تتريق عليها وتقول لها انها كانت فاكرة لما تسلمها الفريق انها هتحافظ عليه وتخليه احسن، لكن اللي حصل انها ودت الفريق في داهية. وبيجي ايرون في الوقت ده وبيقول لبيج ريد انها لازم تكون متعاونة وتتكلم معها باسلوب احسن من كده، وبيفضل يعتذر لتور ويقول لها انا عارف يا حبيبتي اني مقصر معاكي وما كنتش جنبك الفترة اللي فاتت دي، وبيفضل يعتذر لها وبيوصلها لحد البيت. ولما بتنزل تور من العربية بتشوف كليف قاعد قدام البيت عندها ومعاه بوكي ورد، وبيقول لها انا كنت فاكر انك مش مرتبطة بحد، فبتقوله لا ما هو انت مش فاهم، فبيقول لها مش فاهم طب يا ستي شكرا، وبيسيبها وبيمشي. وهي بتفضل تنادي عليه لكنه ما بيردش عليها. وتاني يوم بتفضل في البيت وبتكون متضايقة جدا من اللي حصل وزعلانة، لكنها بتفضل تقوي نفسها لحد ما بتتشجع وبتقوم علشان ترقص لحد ما بتفك. وبتقرر تروح للفريق وتقول لهم انهم لازم يظهروا بصورة قوية في النهائيات، وبتبدأ تحمسهم كلهم وتخليهم يتدربوا على الرقصة اللي هيقدموها في البطولة. وبعد ما بتخلص معاهم بتروح علشان تتكلم مع ايرون علشان تعرفه اللي حصل، وهناك بتلاقي معاه واحدة وبتقول له اه يا اللي طلعت واطي، وبتسيبه وبتمشي وبتقول له انها مش عايزة تعرفه تاني. بعدها بتشغل عافية ذوق وبتروح على الجيم وبتفضل تتمرن علشان تموف اون، وبتموف اون عادي جدا. وفي الوقت ده بتجيلها ميسي وبتقول لها ان فريق كلوفرز مش هيقدر يشارك في البطولة علشان مش معاه فلوس يسافر، وحد من الفريق بيقول لها ان دي مصلحة لان لو كلوفرز انسحبوا فمحدش هيقدر ينافسهم، لكن تور بتقول ان الفريق الافضل بيبقى الافضل لما بيكسب مش لما الفريق اللي قدامه بينسحب. علشان كده بتقرر تروح تساعد فريق كلوفرز وبتقول لهم انها عايزة تساعدهم يسافروا علشان يتنافسوا بجد. لا هي دي بقى الاخلاق النبيلة في الرأس يا جماعة. المهم بتقول لها ايزيس احنا هنعرف نتصرف بعيد عنكم، ومن الاخر كده خليكي في حالك. فبتقول لها تصدقي ان انا غلطانه، الهي تولعوا كلكم، وبتسيبها وبتمشي. بعدها بتروح على المدرسه وبتقابل كليف وبتقول له ايه ده قره عيني ولا ايه، فبيقول لها غريبه مش كنت مرتبطه بايرون، فبتقول له لا ايرون ايه ده كان زمان انا سبته دلوقتي وجايه لك علشان نرتبط، فبيقول لها لا بطلناها الشغلانه دي، وبيسيبها وبيمشي. فبتفضل تنادي عليه وتقول له انا ما حدش مصدق فيا قدك علشان كده انا بحبك، فما بيردش عليها وبيمشي برده. وبعد شويه بنشوف في برنامج تلفزيوني لمذيع اسمها بوليتا وهي بتتكلم عن فريق كلوفرز وان البرنامج بتاعها قرر يدعمهم ويوفر لهم كل اللي محتاجينه علشان يسافروا ويشاركوا في البطولة. وفريق كلوفرز بيظهر معاها في الفيديو وبيفضلوا يشكروها وهم فرحانين جدا وبيقولوا لها انهم مش عارفين يعبروا عن شكرهم ازاي. جماعة انتوا كبرتوا موضوع المشجعات او الصراحة. المهم بتعدي فترة وبيجي يوم المسابقة وبتكون النهائيات فيها 5 فرق وكل فريق بيقدم العرض بتاعه، وبنعرف ان العرض بتاع توروس هيكون تاني يوم. وفي نفس اليوم بالليل بيكون فريق كلوفرز بيحتفلوا تحت الاوض بتاعه فريق توروس، فبتقول لهم ميسي ما تهدي يا اختي انت وهي، امال لما تكسبوا هتعملوا فينا ايه؟ لكن تور بتقول لها انها واثقه في فريقها وانهم هم اللي هيكسبوا اكيد. وبتبدا المنافسات بين الفرق لحد ما بيجي فريق كلوفرز وبيولع المسرح والجمهور واللجنه وكل حاجه، وبيكونوا كلهم مبسوطين من العرض بتاعهم، وتور نفسها بتكون فرحانه بالعرض بتاعهم وبتقول ان الحقيقه تتقال العرض بتاعهم مميز. وبعد شوية بيجي دور العرض بتاع توروس، والمذيع بيقول ان فريق توروس هو حامل اللقب اخر 5 سنين وهنشوف هيدافع عن اللقب بتاعه ولا لا. وبيطلعوا على المسرح وبيقدموا عرض كويس جدا وكل الناس بتعجب باللي عملوه. ولما بيجي وقت النتائج بنعرف ان فريق توروس فاز بالمركز الثاني وفريق كلوفرز فاز بالمركز الاول. والغريب برضو ان تور بتفرح وبتقول انهم عملوا اللي عليهم ولازم يحتفلوا بالانجاز ده، والفريق بتاعها كله بيفرح معاها وبيشجعوها. وبتروح تور تبارك لهم، وإيزيس لاول مره بتتعامل معاها كويس وبتقول لها انها مبسوطه انهم كانوا بيتنافسوا وهم كمان قدموا عرض مميز. بينزل كليف من المدرجات علشان يبارك لميسي وتور، فبتقول له تور بقول لك ايه do you love me، فبيقول لها على الدغري do you. والحكمه بقى اللي احنا طلعنا بيها من ام الموالي البامبي المسخسخ ده، قومي يا بت وتعرفي على اخت الكراش لانها هتبقى طريقه سهله جدا انك تلزقي فيه، وانت بقى يا حبيبتي ابقي اشتغلي على نفسك. ازاي؟ ابدا، افضلي صوصوي له يا بت ونونوي له وبلا بلا 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 وكرع كرع كرع وشغل يا فندم.